كل هذا الضرب والبهدلة ولهلأ قاعد عم بتصلي؟ ديني هيك بيطلب مني، شو رح أعمل؟ أنا إنسان وهذا هو حقي، وهيك بحترم حالي. جرب أحكي حكي لشيوخ هذا قدام الماريشال قدرت ورح تندم. رح تقابله بكرة، اعتذر منه وقل له ما عاد عيدها. شو هاد؟ أكل. لمين؟ لإلي. ومين جابه؟ مين اللي جاب الأكل؟ يا طيب هلأ منعرف. عزيز وين كنت لهلأ؟ وصلت صديق على البيت. من أمتى الخدامات صاروا من أصدقائك يا ابني؟ أنا شفتكن لما طلعتوا بالسيارة سوا، شو اللي عم تحاول إنك تعمله؟ أنا وصلت البنت وبس. والسلافيس ليش مخترعينهم؟ أمي البنت فقيرة، اشتريت لها شوية أغراض. يا ابني أنا بترجاك حاجة بقى تتعامل مع ناس مانهم من مستواك أبدا، يعني حاول تعمل علاقات مع ناس يكونوا من مقامك شوي، لا تخليني أقلع هاي البنت. انتي عاطية القصة أكبر من حجمها. عزيز غيرت يابك، رايحين على المقر. ليش شوفي لحتى نروح هلا؟ اليوم في حدا موصل أكل للنقيبيات. بالله جد؟ ومين هالوقيح؟ النقيب قال مين هو؟ ما عم يعترف، بس أنا بعرف كيف خليه يعترف. يا بابا كل شوية أكل، ليش عم تكبر القصة هيك؟ أكيد شي حدا من رفقاته. هاد بيسموه عصيان أوامر يا ملازم أول، وإذا غمضنا عيوننا هلأ الله أعلم شو رح يعملوا بعدين. يلا ناطرك بالسيارة. مين يلي جاب لك الأكل اللي عندك؟ سجنك الانفرادي زاد يوم. هلأ رح عيد السؤال، مين جاب لك الأكل على المنفردة؟ عقوبتك زادت يومين، يومين ما في لا أكل ولا شرب، وما رح تروح على التواليت. وهلأ رح أرجع عيد السؤال عليك، مين يلي جاب لك الأكل على المنفرد اللي عندك؟ كل الأرزاق من مكان واحد. من عند ربنا. منيح. ايه وهي الرزقة مني إلك. استعداد لك؟ طلبنا منك شغلة بسيطة كتير، قلنا لك صلي ببيتك ولا تقلب لنا المقر للجامع. بس حتى البيوت عم تراقبوها. ابني انت ما رح تعقل بنوم؟ كيف تحكي مع رئيسك هيك؟ اذا حسينا انه في شيء خطير كتير عم يهدد امن ومستقبل البلد طبيعي انه نراقبه. سيدي نحن ما عم نهدد حدا. لما تقول نحن بتعمل تفرقة عم تحكي هيك وكأنك مو من القوات التركية، وكأنك عضو بشي جماعة تانية عدوة إلنا. هالشي مزبوط سيدي، نحن كتار كتير، ولادنا وزوجاتنا واللي بيحبونا وكل قرايبيننا وأمنا وأبونا، بس حضرتك شايفهم خطر. كل واحد بيوقف ضد العلمانية رح يلاقينا واقفين ضده. ما كنت بتعرف هالشي لما اتطوعت بالجيش؟ لا كنت بعرف،
طالما كنت بتعرف لكان ليش عم تستفز الناس بتصرفاتك؟ ها؟ صليت بحديقة المقر، شو قصدك من هالحركة هي؟ لو انه ما تسكر الجامعة ما كنت ساويت هيك شيء. يعني عم تقول انا عم ساوي هيك لواقف بوش قراراتكم مو؟ عاملتك اسمها مخالفة الأوامر وعدم الانضباط، انت منتبه لهالشي؟ انا بس عم مارس حقوقي. انت مالك هيك حق؟ سيدي انا بعرف كتير منيح على شو وقعت لما اتطوعت بالجيش. وقعتوني على ورق التعهد وانا نفذت كل شي مكتوب فيها بالحرف. وطني وشعبي حبيتهم اكثر من روحي، لا جوع ولا عطش ولا برد كانوا يمنعوني من اني نفذ مهماتي. بس يا سيدي انا ما شفت بالتعهد مادة بتقول ممنوع الصلاة بالجيش، وصدقني لو اني شفتها ما كنت توقعت. طلع لبرا، اصحك تخليني اشوفك مرة تانية لنفس هالسبب. طلع. انا تحت امرك سيدي. سيدي رح يرجع على وظيفته شي؟ شفت حشده مزبوطة، وإذا ضغطنا عليه قصة هالتعهد تبع الجيش رح تزعجنا، وإذا اتهمناه بقلة الانضباط ما رح نطلع منه سالمين. عطيناه عقوبة مرتبة ونبهناه كتير، والظاهر إنه هو تربى. نحن رح نستنى ونشوف. شو سيدي تركوك؟ ايه بتشكرك لانك ما خبرتهم. لا انا يلي بتشكرك. لازم تنتبه اكتر، رح يصيروا يراقبوك كتير. كون متأكد انه لسه ما شافوا شيء.